عالم الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبات الانتيريوم من النباتات الجميلة اللي بتظهر لفترات طويلة، فبالتالي نبتة مميزة ان احنا نحطها في المنزل. اكبر مشكلة نواجهها في نبتة الانتيريوم هو تحول الاوراق للون البني زي ما هو واضح امام حضرتك. هنشوف ايه السبب وازاي نعالج المشكلة دي في هذا الفيديو بطريقة عملية او بتطبيق عملي. اول خطوة هقوم بيها هو قص جميع الاوراق القديمة والاوراق اللي تحولت للون البني. السبب في تحول اوراق نبتة الانتيريوم الى اللون البني هو البرد الشديد. لما اترك النبتة في مكان برد شديد، نبتة الانتيريوم من النباتات السهلة والنباتات المميزة، ونقدر نحصل على نبتة بشكل جيد لو اتبعنا بعض الخطوات اللي هنذكرها لحضراتكم في الفيديو. اول عامل بيأثر على نبتة الانتيريوم هو عملية الري. نبتة الانتيريوم من النباتات اللي بتحب الري بانتظام، بمعنى ان انا ضروري يكون عندي برنامج ري منتظم للنبتة عندي. نبتة الانتيريوم لو رويناها كميات مي قليلة في عدد مرات تناسب النبتة هتكون بوضع جيد. مينفعش ان انا اعطش النبتة، ومينفعش ان انا اغمرها بالمي، لان هي طبيعي النبتة ما بتحبش المي وفي نفس الوقت ما بتحبش العطش. زيادة المي هتؤدي الى تعفن الجذور وموت النبتة، وتعطيش النبتة هيسبب في جفاف النبتة. فبالتالي من الضروري ان انا اثبت نظام ري موحد للنبتة عندي. الخطأ التاني اللي بنوع فيه هو ان احنا نترك النبتة في البرد. نبتة الانتيريوم من النباتات الاستوائية، فبالتالي بتتأثر بالبرد، وخاصة في الفترة الحالية او في موسم الشتاء ويكون عندنا في دولنا العربية برد شديد. من المهم ان انا احافظ على النبتة من البرد وخاصة في فترة الليل. يعني غالبا بالليل بنحط النبتة في مكان يكون دافي او في اي مكان ما يكونش فيه هواء وفيه درجة الحرارة منخفضة. الاضاءة من العوامل اللي بتأثر على نبتة الانتيريوم. الاضاءة لو كانت اضاءة مباشرة واشعة شمس قوية، فبالتالي بتؤدي الى حروق في اوراق نبتة الانتيريوم. هكمل ترتيب النبتة وهشيل كل الاوراق وهكشف الساق عشان اقدر بعد كده اغطي بتربة وينمو عندي مجموع جذري. هنا الاشجار اللي طلعت جديدة ممكن ان انا اتركها في الاصيص، وممكن ان انا اخدها وازرعها في اصيص منفصل. انا بالنسبة لي هنقلها في اصيص اخر بنفس الشكل. انا هاخد الشتلة بالمجموع الجذري وهجيب اصيص يكون مناسب للشتلة. هفتح فتحة تناسب حجم المجموع الجذري للشتلة الجديدة بنفس الطريقة، وهثبت المجموع الجذري بنفس الشكل. من الضروري ان انا ازرع النبتة بدون ما اكسر المجموع الجذري بنفس الشكل. الفتحة صغيرة، وهثبت النبتة بنفس الطريقة وهقفل على المجموع الجذري بنفس الشكل، وبعد كده هروي النبتة عندي. هنا انا رتبت النبتة عندي واصبح وضع النبتة جيد. هحط النبتة في مكان جو معتدل، ميكونش برد شديد وميكونش اشعة شمس قوية، وهحافظ على النبتة من زيادة الري ومن العطش. قلة الاضاءة لنبتة الانتيريوم بتؤدي الى موت النبتة، بمعنى اني لو عرضت النبتة لاشعة شمس مباشرة فبالتالي الاوراق تبدأ تتحرق والنبتة تموت. وفي نفس الوقت لو النبتة مش في اضاءة جيدة او لو مفيش اضاءة جيدة للنبتة، فبالتالي النبتة تبدأ تدبل وفي نفس الوقت هتموت. هنا ما شاء الله وضع النبتة ممتاز، اصبح عندي اوراق جديدة واصبح عندي نموات جديدة واصبح عندي زهرة جديدة. لو لاحظنا ان النبتة ظهرت عندنا في اكثر من فيديو باعمار مختلفة ومع ذلك نفس الاصيص، ما غيرناش اصيص النبتة. نبتة الانتيريوم من النباتات اللي مجموعها الجذري بيكون بسيط او مجموعها الجذري بيكون صغير، فبالتالي ما ينفعش ان احنا نغير الاصيص كل شويه للنبته. مش هنغير اصيص نبته الانتيريوم الا لو ظهر عندي المجموع الجذري من فتحات التصريف او من على سطح التربه. اتمنى من الله اني اكون قدمت لحضراتكم معلومه مفيده. اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاه العلم تبليغه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.